والعافية. السلام عليكم. بدي احكي اليوم على موضوع السفر لاسبانيا. في كتير ناس خبروني قاعدين بلبنان وبالاردن اجاهم اعادة توطين على اسبانيا. يعني انت بدي افهم، انت اللي عم تسألني بتسأل الاسئلة، شو الشي اللي شايفه بهدول البلدين؟ ما هدول البلدين معفنين والاثنين ميتين والعالم عايش تحت الصفر والشعب اللبناني بيكرهك والاردني بيكرهك. حبيبي اللبناني الاغنياء عايشين برات لبنان، واللبناني اللي بدك تشتغل عنده واللي بده يساعدك ويفيدك هو عايش برات لبنان. يعني انت بلبنان عايش بالمخيمات وبالكمبات ولسه ما بدك تروح على اسبانيا؟ طب شو بضرك اذا رحت اخذت جنسية اسبانية؟ تعرف انه اللي عايش بالمانيا لسه بده يجي يوم يتمنى لو رايح على اسبانيا؟ تعرف ليش؟ انه اول شيء اللاجئ باسبانيا بياخذ جنسية، ثاني شيء العيشة وصحيا والطقس اللي هنيك باسبانيا والناس اللي باسبانيا احسن من بالمانيا. بدي اللي بده اللي اجاه قاعده التوطين على اسبانيا بدون اي نقاش وبدون اي تفكير احمل حالك واطلع سافر على اسبانيا. ولما بتوصل على اسبانيا راح تقعد بكمبات ويعطوك اكل وشرب ويعطوك مساعده لتاخذ اقامه. ولما ما بتقدر تشتغل هنيك باسبانيا بتروح تحمل حالك بعد ما تاخذ اقامه الاسبانيه بتروح على المانيا بتشتغل بالمانيا. هالشي بصير ايه؟ بصير ايه في عالم كتير قاعدين انا بعرفهم. انا بعرف واحد اخذ اقامة من ايطاليا وجاي بيشتغل بالمانيا وبيشتغل احسن من اللي معه اقامة المانية. بيشتغل بماكدونالد فول تايم بيطلع 1200 يورو بالشهر صافي لايده وطلع شهادة سواقة المانية وعمل تسجيل ملدنة بالمانيا وكل هذا بس بمساعدة عيلته وامه وابوه ساكنين هنيك. في عالم كتير بشتوتغارت بألمانيا معهم إقامة رومانية وإيطالية وإسبانية وعم يشتغلوا. طالما بإيدك مصلحة وبإيدك مهنة بتشتغل، مو بألمانيا، بسويسرا كمان بتشتغل. طالما أنت بتعرف شيء معين، يعني ميكانيك سيارات ولا حلويات ولا معلم شاورما، بتجي على ألمانيا بتشتغل. لا وبإسبانيا لا، بيرجع واحد بيقول لي لا الأردن أحسن من إسبانيا. لا حبيبي الأردن مو أحسن من إسبانيا. معقولة إسبانيا؟ اسبانيا هلا تعتبر اجمل دوله بالعالم. العالم بيموت وبيحلم يروح على اسبانيا، بينطلع واحد بيقول لي لا روح اسبانيا ولا ضل بلبنان. لا ضل بلبنان حبيبي. شو في بلبنان؟ يعني انا عايش بلبنان، لبنان اول شيء ما بيطيقوك، صحيح انهم يستغلوك ويشغلوك انه لانه انت اجرتك ارخص من اللبناني، هن جواتهم ما بيحبوك. حتى كذلك الامر بالمانيا، ما تفكر انه الالمان بيحبوا السوريين او الالمان بيحبوا اللاجئين. لا حبيبي، لا يا عمي يا بابا فتح عينك. بألمانيا الحكومة الألمانية تدعم السوريين، أما كشعب كناس عايشين مقيمين من الأساس بألمانيا ما بحبوا السوريين وهن رافضين وجود السوريين بألمانيا. وهلأ كل ما القوانين بألمانيا عم تضغط أكثر وأكثر والسوريين عم يتضيق عليهم أكثر وأكثر كل يوم. هيك روح على إسبانيا وما بتندم. ويوما من الأيام وعقب على كلامي رح أقول الحمد لله اللي ما ضليت بلبنان والأردن. لبنان والأردن وضعهم حيصير تعبان ومزري أكثر بكتير من سوريا، وإسبانيا بده يتحسن وضع كتير وبده ترتفع اقتصادها بالسنوات الجاي أكثر ما بتتخيل، وألمانيا بده تصير بالأرض. حبيبي يوم من الأيام كانت اليونان، من 10 سنين العالم تحلم تروح على اليونان تشتغل باليونان أكثر ما كان فيها شغل ومصاري. اليوم الواحد بيوصل على اليونان ما بيصدق إمتى يطلع منها. ليش؟ هلأ اليوم اليونان تعبانة بس ما بعرف بعد 2-3 سنين بشو تصير أغنى بلد بالعالم. لا تضل ثبت مخك على فكرة معينة إنه اليوم إسبانيا وضعها تعبان. إيه تعبان بس في شغل، فيك تشتغل ب700 يورو ب800 يورو بالشهر تلاقي شغل. فيه شغل بس رواتب قليلة بإسبانيا. لك أخي ما بديك تشتغل بإسبانيا، لك روح شحاد اشتغل شحاد. إذا اشتغلت شحاد بإسبانيا أحسن ما تشتغل شحاد بالأردن أو بلبنان. كيف يعني اذا اشتغلت شحات؟ لانه اذا شحدت انت حطيت اذا شحدت بقلب اسبانيا حيجوا سياح، حيجوا عالم من امريكا وعالم من اوروبا يعطوك كل واحد بحجلك 10 يورو بس انت عم تشتغل شحات. يعني باليوم بتطلع 100 يورو انت شحات باسبانيا، لانه فيها اغنياء، فيها سياحه، فيها 20 مليون بفوتوا كل يوم على مدينه برشلونه لحالها، بفوتوا على اندلسيه 15 مليون سائح. يعني اذا كل واحد اعطاك يورو بصير معك خرجيه كل يوم. اما اذا بدك تشتغل شحات بلبنان فما حتطلع ولا ليره، حتطلع 10 دولار، حتاكل مسبات واهانات ويرفسوك بالصبابيطون اللبنانيه لانك انت عم تشتغل شحات ببلدهم. فروح اكسب هي الفرصه يا اخي المواطن وسافر على اسبانيا.
بالنهاية أعظم شغلة ممكن تعطيه تستفيد منها بإسبانيا إنك تأخذ جنسية. ليش يا أليكس الجنسية مهمة؟ لأنه بكرة لما بتتعرض للمواقف العنصرية لأنك سوري، لما بتشوف الحكومات والبوليس الأوروبي كيف بيتعامل مع السوري ومع العربي وغير ذلك سواء كان مسلم ولا مسيحي، هتقول اي والله والله يا ريتني رايح اسبانيا واخذ جنسية. حبيبي اللي عايش بالمانيا ما بياخذ جنسية الا بالاحلام طبعا، اللي راح على هولندا واللي راح على السويد طبعا اكيد هذا بياخذ جنسية، هذا استفاد اكثر. اليوم اعطيني جنسية وخذ 100,000 يورو، في ناس تدفع لك 1,000,000 يورو حق جنسيتك بس اذا معك جنسية اوروبية، انه انت هي لها ميزات، لها شغلات انت بتستفيد منها، بتسافر لاي دولة بالعالم، بتسافر على امريكا، بتسافر على استراليا، بتسافر على دبي تشتغل، بتسافر على الكويت تشتغل، وين ما تروح تشتغل هي جنسية. بينما اذا رحت اخذت لجوء بالمانيا او بسويسرا ما حد اخذ جنسية يا بابا. لذلك الله يرحم اهلك، الله يرحم ابوك يا لاجئ اللي عايش بلبنان والاردن، خلص بقى يعني في اكثر ذل وبهدلة وشرشحة من اللي عايش بلبنان والاردن، بيقول لك انا بضل عايش. حبيبي اذا انت وضعك منيح وفاتح محل بلبنان او بتركيا وعندك شغل منيح وماشي، بنصحك لا تسافر على اوروبا، بنصحك تضل مستمر. بس اذا انت تعبان ومظلوم وواقع تحت وضعك مو منيح، لا سافر. قد يكون رب العالمين بعت لك فرصة السفر ليعوضك عن كل الظلم وكل الاسى اللي عشته من قبل. اوعك تروح من ايدك هاي الفرصة اذا كنت عن جد عايش على مبدأ الحديث الذي يقول إذا ضيق عليكم فانتشروا في الأرض. شو يعني فانتشروا في الأرض؟ يعني إذا كنت شاعر بضيق بس غير مكانك، حتى إذا كنت بألمانيا مثلا قاعد بمدينة وشاعر بضيق، لا طلع مدينة تانية بتتغير كل حياتك، ثق تماما، موت تانية وثالثة ورابعة، انتقل من مكان لمكان لتحس حالك أنه أنت هذا المكان اللي بيناسبك وهذا المكان اللي الله وفقك فيه، لأنه في لك رزق هون بدك تأخذه. كل واحد متضايق وكل واحد تعبان وضعه بالمخيمات ولا بتركيا ولا بلبنان، نصيحتي لك يا أخي سافر وكسب فرصتك وطلع، سافر لبرات تركيا أو لبنان أو الأردن، لأنه هاي فرصة الله بعت لك إياها، فمعناته الله قاسم لك شيء. في شيء بدك تشوفه في رزقة جايتك بدك تشوفها بإسبانيا، لازم تروح تشوفها. بجوز بإسبانيا تتفركش بشي واحد أمير سعودي أمير خليجي، لأنه على فكرة إسبانيا فيها كتير بيجوا عليها الخليجية وبالذات ماربيلا، ماربيلا فيها أغنياء العالم بيجتمعوا فيها. وممكن في شغلك عنده مترجم، ممكن شغلك عنده سائق سيارة، اللي عنده سيارة شهادة سواء سورية في بدلها على شهادة إسبانية بأسهل ما يكون. أما بألمانيا الواحد بموت ألف موتة وبيدفع ألفات ليوصل لشهادة سواء، بإسبانيا بسهولة فيك تبدلها، بإسبانيا بسهولة بتعلم اللغة لأنه اللغة الإسبانية سهلة كتير وسلسة كتير وحلوة كتير، بعدين اللغة عالمية. إذا بتحب الحياة الاجتماعية، إذا أنت سوشيال بيرسون حتتعرف على ناس كتير عن طريق اللغة الإسبانية، لأنه هي حتدمجك مع 200 مليون إنسان بالعالم أو أكثر من ذلك. البريطانيين بيحكوا إسباني، الأمريكان بيحكوا إسباني، الدنيا كلها بتحكي إسباني يا حمو. فما تقول لي إسبانيا مو منيحة، لا الأردن منيحة، يعني ما في مقارنة. أنت كأنك عم تشبه على دولة من دول العالم الثالث أو الرابع، عم تشبه لدولة متقدمة، أمم العالم كلها، أغنياء العالم بيجوا عليهم. ابتغوا الرزقة عند تزاحم الأقدام، هنيك بإسبانيا تزاحم الأقدام، هنيك العالم بآلاف العالم بالشوارع والأسواق. إذا بتفتح بسطة صغيرة روح على إسبانيا وبكرة بتشوف الباكستانية والهنود شو عاملين. الباكستانيين شو بيشتغلوا؟ مثل الكشة. تذكر كانوا بيروحوا على أمريكا الجنوبية اللبنانيين من زمان يقولوا شيء اسمه كشة، بيحمل شنتاية بيحط فيها بضاعة ببيعها لهالسياح، تياب بحر، شغلات صينية، يعني ببيعوا الهنود والباكستانية. صار عندهم محلات بإسبانيا من وراء البسطات، بسطات بيحمل معه شنتاي بيحط فيه بقلب أغراض صينية تبع 1 يورو 2 يورو، وبيفتل على السياح، سياح بالأراضي كلهم سوان بالبكيني على الشواطئ على البحر قاعدي. وشو ما بس حلو ببيع من وراء بعالم من عم قلك من بنغلاديش وباكستان، من وراء هاي البسطات الصغيرة أو هاي الشنتاي اللي بيبيعوا فيها أغراض صار عندهم محلات ومطاعم بإسبانيا. بعدين يا عمو يا بابا لما أنت بتاخد إقامتك سواء أنت كنت بملقا ولا بمدريد ولا ما بعرف شو، تحمل حالك بتروح بتشوف ببرشلونة، برشلونة في شغل كتير، بتروح على أندلسية على ماربيلا، محل ما في أغنياء، ماربيلا مدينة الأغنياء، يعني بتعرف قدي حق
اقل بيت بماربيلا 20 مليون. كل الناس اللي بفوتوا عليها من اغنياء الوطن العربي، اغنياء العالم العربي، سعوديه وخليجيه وكويتيه ما بعرف شو، كلهم بيروحوا على اسبانيا بيعملوا سياحه، كلهم ما بيعرفوا اسباني. فاكيد انت فيك تشتغل معهم، هدول مو صعب. ثاني شيء مطاعم سوريه مليان، مطاعم لبنانيه مليان، كمان فيك تشتغل عند اي حدا لبناني هنيك ما في اشكال. وفيك تشتغل عند عرب كمان، في عرب بيساعدوك. كمان ميزه ثالثه بدي اقول لك عليها نسيتها، انه انت اذا بدك تتجوز فيك اسبانيا تتجوز، لانه الزواج باسبانيا سهل كثير. انا زواجي كنت اتجوز واحده اسبانيا، اسهل من انه ما في، حتى فيك تتجوز فيك تجيب اولاد تعمل عيله، لانه ما هم عنصريين. والاسبان بيحبوا العرب كثير، بيحبوا الثقافه العربيه، بيحبوا الاكل العربي، في عندهم كثير تقاطع مع الثقافه العربيه، لانه الاثار واللي تركتها اللي تركوها المسلمين لما حكموا اسبانيا 800 سنه كلها موجوده بكل اسبانيا، بتلاقي شيء اسمه عربي او اسلامي خلينا نقول. فانت بالنهايه عندهم انت مالك غريب. كمان لما انت بتجيب ولد باسبانيا، حتى لو كنت انت سوريه مثلا، جوزتي واحد، متجوزه واحد سوري وجبتي ولد باسبانيا، هذا الولد بياخذ جنسيه بسرعه، بينما في المانيا بده يجيب، لو بتجيب 20 ولد ما بياخذوا جنسيه. كل دول، مو كل دول العالم هسه تجيب ولد بياخذ جنسيه، فرنسا واسبانيا من الدول المنيحه كثير بالجنسيه، والولد بياخذ جنسيه وبعدين بيعطيها لاهله كمان. يعني انا ما بدي منك شيء، روح خذ جنسيه اسبانيه وبعدين روح ورجع على لبنان يا اخي، روح طلع اعلانات الجواز الاسباني، حطه بنيعهم للبوليس بيسكتوا بياكلوا هوا بس لانه معك انت جواز اسباني، بيعرفوا انك سوري. ما حدا بيحترمك، ما حدا بيقول لك مرحبا بكل الدنيا، بكل الدنيا. جواز اوروبي هو سبب احترام لك، وهذا كمان باب من باب السفر. لما بتروح انت تشتغل بدبي او بقطر او بالكويت، حلو، طالما نحن يعني هلا شعبنا معذب ومبتلى بالسفر والهجرة، وفي عنا حكومات مثل حكومة السعودية قاعدة حاطة عم تحاربنا، حكومة السعودية عم تحاربنا وين ما نروح، ما بيتركونا بحالنا، فما لهم غير هذا الجواز، هذا الجواز السفر الإسباني. لما تحطه بوشهم هيك، إذا بيكون سعودي ولا إماراتي ولا كذا، بيضربوا لك تحية وسلام، وبدون هذا ما بتسوى شيء. أنت عندهم بالنسبة له أنت لاجئ تعبان جربان، بيشتروك بيبيعوك أمتى ما بدهم. فبالنهاية نهاية الحديث، إذا أنت كان وضعك بتركيا منيح عم تطلع تطلع، لا خليك وضعك، عود على يطاك وكمل شغلك. ما إذا ما كنت أنت بلبنان معتر أو بالأردن عايف حالك وما نخ ضامن بكرة شو بده يصير معك، والله بعت لك الله رب العالمين بعت لك هذه الفرصة، فطلع استغل هذه الفرصة، سافر على إسبانيا، خذ إقامة إسبانيا، لقيت شغل بإسبانيا كان بها، ما لم تجد شغل في إسبانيا بتروح على ألمانيا تحكي مع السوريين، تجي على ميونخ تلاقي شغل شي 5000 مليون شغل عم استناك، أو على برلين بتلاقي شغل، أو على فرانكفورت، أو على وين إلك قرايبين أو إلك معارف بتلاقي شغل بسهولة تامة. أنا عم أقول لك، وأنا على كفالتي وعلى إقامتك الإسبانية ما لك مضطر تاخذ إقامة ألمانية، بحق لك تشتغل بأي دولة بدول أوروبا ما عدا طبعا لوكسمبورغ وسويسرا، هدول لهم وضع خاص. لقيت شغل بفرنسا بتروح تشتغل بفرنسا، لقيت شغل بالسويد بالنرويج فيك تشتغل. حلو، فالأفضل أنت عندك حلم ألمانيا، مع إنه هي مو حلم، ألمانيا هي وهم كبير كلها كذب طبعا. لا، باخذ إقامة إسبانيا بشتغل بألمانيا، وبعرف نفسي إنه بعد 5 سنوات حتطلع لي جنسية إسبانية، وقتها بطلع من حالة إني أنا لاجئ، بطلع من حالة إنه أنا شخص منبوذ من الدول العربية ومن دول اللي كانت ما بتسوى فرنجين، صار هلا تنبذ السوري بس لأنه هي سببت خراب سوريا، وهي هلا عم تعمل حالة إنه هو هي أعلى منه مستوى من السوري. فأنت لا تعتبر نفسك إنه أنت هلا بوضع يعني تقدر تتشرط وتقول أنا بدي وما بدي، أنت في وضع تحت 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 الصفر، يجب أن تجد أي فرصة لتنقذ نفسك من ورطة لبنان والأردن وتركيا، لأن بعد ذلك لا أعلم ماذا سيحدث بخصوص في تركيا ولبنان، حيبجعوا السوريين أو حيسطوهم بالكمبات أو حيعملوا فيهم شي شغلة ليخلصوا منهم. فأنت ما تاني شي، أنت بإسبانيا لساتك إنه ضمن
سمعت السوريين لسه ما توسخت، يعني ساعتك انت ضمن رينج المدى ان السوريين ما دخلوا براس الاسبان انه هن شعب فيهم مشكلجيه، فيهم زعران، انه احنا عندنا بشعبنا في وسخات كثير، مثل هدول بضلوا يحاكوني على الفيس دارية واكراد بدهم يقتلوا بعضهم، يعني ما عندهم هم غير كيف بدهم يقتلوا بعضهم.